نشوف تقرير مع الجماهير عن أداء النادي الأهلي خلال مباراته الأخيرة. النتيجة نفسها كانت تقيلة فاهم، يعني النتيجة لما اتكررت قبل كده الواحد كان عامل عليها حوارات، فدلوقتي الواحد يتمنى بس ان هو الماتشين الجايين دول فاهم نكمل فيهم بنفس، يعني نعمل مجهود كويس اعلى شوية عشان نصعد تاني المجموعة، نصعد عشان دلوقتي احنا نعتبر ثالث المجموعة، فمستنيين بس اداء احسن من كده ان شاء الله باذن الله. بس الاهلي فوق وعاوز لعيبة، الاهلي عاوز لعيبة، عاوز لعيبة كويسة، مفيش فيرود سوبر للنادي الاهلي يقدر يجيب جول. علي معلول وقع شوية، مفيش مساكين في نادي الاهلي، حرام اللي بيحصل في النادي الاهلي ده. ان شاء الله الاهلي باذن الله يفوز على القطن الكاميروني وهيبقى لنا امل باذن الله. الاهلي عامه دلوقتي محتاج لعيبه تلعب احسن من كده، وانا ان شاء الله شايف اكيد لو يتاهل طبعا ان شاء الله. معظم جماهير الاهلي ما عندهاش اي فقدان للامل طول ما الاهلي بيلعب، فاحنا متوقعين من الاهلي كل حاجه. لا مش محتاجين معجزه لاي حاجه، بس الاهلي لازم يثبت لنا ان هو قدها، يعني لو هيلعب بنفس الاداء اللي لعب بيه في سان داونز، فمعظم الجماهير اول مره تتمنى ان الماتش يخلص قبل ميعاده، وديت كانت حاجه صعبه علينا كلنا بصراحه. والله هو دلوقتي الاهلي مشكلته دلوقتي ان هو مصيره ما بقاش موجود في ايده، هو دلوقتي بقى موجود دلوقتي في ايد سان داونز ومباراه الهلال. اعتقد ان هي الكره ده مباح جدا ان هو سان داونز عايز يخرج الاهلي من البطوله، يكون موقفه اسهل وفرصه اكبر في الادوار الاقصائيه، لكن نتمنى يعني ان سان داونز يلعب ماتش فير قدام نادي الهلال والباقي على ربنا. ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يوصل. صحيح الاهلي عنده مشاكل فنيه كبيره البطوله دي، اعتقد ان ممكن يكون سببها عدم تدعيم الاداره بالشكل الكافي لطلبات مارسيل كولر في التقلات الصيفيه والشتويه اللي فاتت، لكن اعتقد ان المدرب هيكتسب لو اداره الاهلي قدرت انها تصبر عليه للسنه الجايه، الفريق هيكتسب خبرات افريقيه والمدرب نفسه هيكتسب خبرات افريقيه، وهنشوف الاهلي بشكل مختلف ان شاء الله الموسم الجاي. لو على الارقام فالاهلي ليه فرصه، بس هل الاهلي النهارده جماهير الاهلي خلاص وصلت لمرحله ان اصلا ما عندهاش فرقه ثقه في فرقتها؟ يعني مثلا حتى انا ما عنديش ثقه ان النهارده الاهلي لو كسب القطن جماهير الاهلي ما عندهاش ثقه هنا ان الاهلي ممكن يكسب الهلال هنا في اللعيب، في ظل اللعيبه الموجوده حاليا كمان. خلاص اللعيبه يعتبر فقدت، الجماهير فقدت ثقه فيهم، وكمان ماتش سان داونز ما كانش يعتبر اللي هو المفاجاه او الصدمه، يعني شفنا مستوى الفريق كان بعيد قوي في كاس العالم وبعيد قوي بقاله فتره.